ان فرويد يقول ان كل النشاطات الانسانية منشأها الجنس فقط. فرويد ليس مصادفة انه يهودي صهيوني ماسوني، وليست مصادفة ان يكون سارتر زعيم الفلسفة الوجودية يهودي ايضا، وليست مصادفة ان يكون دوركايم زعيم فلسفة العقل الجمعي للمجتمع اللي هو اللي بعد كده بقى جت الديمقراطية يعني الشيء بشيء يذكر بقى اللي هو الشعب مصدر السلطات. فليست مصادفة ان اصحاب المذاهب المادية العبثية العلمانية الالحادية انهم كانوا يهود. وطبعا اقرا بقى بروتوكولات مش عارف ايه صهيون، مش عايز اقول حكماء طبعا لان ليسوا بحكماء ولا حاجة، اقرا البروتوكولات وانت تعرف قيمة هذا الكلام الذي اقول.